انا عجبني جدا جدا، وهتقول لي عجبك؟ اه هقول لك عجبني، لانه النادي الاهلي هو اول النادي الاهلي جاب مدير فني اجنبي، حط كابتن خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين، صح؟ كابتن خالد بيبو مع لجنه التخطيط مع الكابتن خطيب عملوا ايه؟ قال لك احنا عايزين نجيب مدير فني اجنبي متخصص في الناشئين. فجابوا مدير فني اجنبي متخصص في الناشئين، علشان ايه؟ علشان يعمل قطاع ناشئين يستفيد منه الفريق الاول في الاخر، زي ما شفنا في كاس الرابطه. ما هو انا عندي امثله بتحصل فبنشوفها. دلوقتي نادي الزمالك بيعمل كده، فانا مبسوط، انا مش زعلان على فكره، لما مبسوط ان هم بيحاولوا يفكروا ان هم يجيبوا مدير فني نادي الزمالك، يعني بيحاولوا يجيبوا مدير فني اجنبي، مفيش مشكله في قطاع الناشئين، ما عنديش مشكله. بس حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي بيستثمر مثلا في كابتن خالد بيبو من امتى؟ مش كابتن خالد بس، يعني انا بما اني بتكلم عن قطاع الناشئين، يعني كابتن خالد بيبو قبلها اشتغل في الاكاديميه كمدرب، وبعد كده اشتغل رئيس للاكاديميه، وبعد كده لجنه التخطيط، وبعد كده قبلهم لجنه اختيار مواهب. فبالتالي انا شايف ان عندي خالد بيبو ده ممكن يعمل حاجه، كادر جيد يقدر يعمل حاجه، فبجيبه وبشتغل معاه. وصل ان هو يبقى مدير لقطاع الناشئين، يقدر يغير كل شيء. او وبالمناسبه مش عشان انا خالد بيبو ده صاحبي لا طبعا هو صاحبي وحبيبي على فكره واخويا وكل حاجه، ولكن انا مش بتكلم في كده، لكن انا بتكلم عن اداء مسؤول في منظومه، اداء مسؤول في منظومه، ومش اللي انا بقول ان هو نجح. كل مصر بتتكلم عن النجاح اللي بيعمله خالد بيبو، النجاح اللي بيعمله اوجستي بوش، النجاح اللي بيعمله ميدو مصلحي، النجاح اللي بيعمله موسيماني، النجاح اللي بيعمله قطاع الكره في كره القدم، في قطاع النشاط الرياضي، الانشاءات اللي بتحصل في النادي الاهلي. مش انا اللي بتكلم بالمناسبه، كل الناس بتتكلم. هل ده معناه ان النادي الاهلي ما فيهوش في غلطات وفي اخطاء؟ طبعا مليون في الميه، ولكن النادي الاهلي بيصحح اخطائه لانه عنده القدره ان هو يعمل كده، عنده القدره يقول ان في حاجات غلط فانا هعملها بينا وبين بعض. بالمناسبه عمرك ما بتلاقي كلمه كده، لا بينا وبين بعض. فعشان كده انا بقول لحضرتك انا مبسوط، مش انا لوحدي. وانا بتبسط من ايه؟ انا شخصيا بتبسط لما بلاقي جمهور الاهلي في كل مكان بيبقى مبسوط وسعيد، وده اللي انا حسيته امبارح بعد نهايه المباراه. بس احنا كان نفسي اطلع مع حضراتكم عشان الفرحه، لكن الكابتن هيثم الحقيقه وفرحه والاستوديو التحليلي اللي كان موجود ومجموعه المراسلين، العمل اللي كانت موجوده في صاله الدكتور حسن مصطفى، كل كان رائع، ونقلوا لحضراتكم حاجات رائعه. فرحة العمري فاروق، فرحة الأستاذ العمري فاروق طبعا، فرحة الجرحي، فرحة الضماطي، فرحة مي عاطف، فرحة سراج، فرحة أنديل، طارق أنديل، فرحة الناس كلها اللي موجودة، دكتور محمد شوقي، كل الناس فرحتهم امبارح. اللي قاعد يتفرج على شاشة الأهلي يبقى فخور، هو قاعد بيتفرج فخور وسعيد ومبسوط جدا إن احنا عندنا مجلس اداره بيحب نادي الاهلي بهذا الشكل، الفرحه والتنطيطه والبداء والكلام ده كله كانت رائعه جدا. حماس، هذا هو النادي الاهلي، حماس المشجعين. العمري فاروق ده اللي هو الراجل الوزير الجميل الكذا الكذا، فجاه ما تحس ان هو تحول الى مشجع. فالحقيقه كلهم، انا بس عشان ما اقولش اسماء، كلهم. فانا سعيد جدا ومبسوط عشان قد ايه شفت فرحه جمهور الاهلي. والكلام اللي انا بقوله ده بالمناسبه، انا دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم ممكن في البعض بيوصل لي وبيكلمني وانا بسمع كل الناس على فكره، فكل الناس بتكلمني فبيقول لي والله اشكر لنا كابتن خطيب، اشكر لنا استاذ عمرو، اشكر لنا الناس، اشكر لنا مجلس الاداره، الاستاذ خالد مرتجي، اشكر لنا الجميع ان هم بيعملوا كده، وجابوا اوجاست بوش امبارح وعمل مش امبارح يعني جابوه الفتره اللي فاتت وعمل الشغل اللي عمله وفضلوا واقفين في ظهره وكذا، وجابوا له اللعيبه اللي هو عايزها وعملوا له وكذا وكذا وكذا. فانا بطلع بحس بالنبض اللي حضراتكم بتتكلموا بيه، فبطلع اقوله، اطلع اتكلم مع حضراتكم فيه. بس للبعض بقى اللي ما يوصلنيش فانا بقول له لا حضرتك وصل لي، لان هذه هي قناه جمهور النادي الاهلي بالمناسبه ولا شيء اخر. عشان كده سعيد جدا، مش انا لوحدي، كل انا بتكلم هنا كجمهور النادي الاهلي. انا سعيد جدا بالاداء امبارح، بالمدير الفني، بالمنظومه، بكل شيء.